هذا شارع العلماء اللي هو عادة أيام المنع تجي الزوار من ناتجي، فالزائرين ما راح يجون على هذا الشارع باعتبار هذا الشارع عليه قوات أمنية وحزبية مال حزب البعث، فبالتالي ما راح يسلكون الزوار، راح يضطرون وين يروحون؟ يروحون بذاك الاتجاه بذيك المنطقة شوارع طرق نيسمية حركة السيارة صعبة بها جدا، وأيضا كثافة البساتين، وكذلك الشط اللي هو يعتبر ملاذ آمن لهم حينما يضايقون من المفارز البعثية، فبالتالي يحاولون اللي يعرف يسبح ينزل ويعبر ذاك الصوب أو يحصل قارب ويعبر ذاك الصوب. وبعد أكو نقطة ثالثة جدا مهمة، أنه الحافة مال النهر هي تساعد على الاختفاء باعتبار حافة قوية ويصعب الوصول إليها. هذه الميزات بهاي الجغرافيا اللي محصورة ما بين النهر والشط تساعد الزائر على أن يكون ملاذ آمن إليه. إضافة إلى ذلك هاي المنطقة منطقة السادة البهدمة، هاي المضايف مال السادة هي بالأساس ترحب بالزوار وتساعدهم وتخفيهم في كثير من المواقف اللي حثت. فهذا الشارع استحالة كان واحد يمشي عليه من قبل الزوار أيام حكم البعث الجائر، لذلك هم شارت عندهم عداوة قوية مع الزائر ويشددون على قضية الزيارة، وكانوا البعثية دائما ما ينصبون سيطرات على هذا الشارع من أجل أن يمسكوا بالزوار ويأخذونهم إلى السجن. وحدثت أحكام حقيقة كثيرة من الزوار اللي كمشوهم. كان الزائر همه ودقه ونوحه يوصل لهاي المنطقه، ليش يريد يوصل لهاي المنطقه؟ من اجل ان يوصل للساده باعتبار هاي المنطقه هي ملاذ امن للزائر. فهذا مفترق الطرق، هذا من هذا الشارع يمشي وين؟ باتجاه الشط. اغلبهم هم يجون منها باعتبار يصير بظهرهم الشط يكون اكثر امان لهم، ومضايقون ايضا يقدرون يعبرون ذاك الصوب. هذا الطريق طريق العلماء اللي هو هذا اخطر شيء عليهم باعتبار البعثية يخلون مفارسهم كلها وين؟ على هذا الشارع من أجل إلقاء القبض على الزوار. وكثير من القصص حقيقة حثت على هذا الشارع، قصص مؤلمة بحق الزائرين الذين هم ليس لهم إلا أن يصلوا قبر الحسين ومرقد الحسين عليه السلام. حقيقة القصص كثيرة يعني في قضية المشاية وزيارة الأربعين، خصوصا في قضية المنع اللي كان يستخدمها حزب البعث الكافر باتجاه الشيعة من يريدون يروحون يزورون الحسين عليه السلام. حقيقة كماسات هي لازم تتذكر، انه بعض الزوار ما يعرف يسبح ابن ولاية ابن مدينة، فمن تجي المفارز ويشيتون بالشاط اذا ماكو بلامة، فكثير من الزوار حقيقة لقوا حتفهم وراحوا استشهدوا في سبيل قضية الحسين في هذا النهر. وقصص معروفة عند الجماعة انه شلون غرقوا وشلون